أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بالله يا أشرفية سلف يوم الوطن لوطن. اعتراف بقدرة لهذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولا شك أن هذا الأسلوب في تقدير المعاقين، الأسلوب ديال الاعتراف والتقدير والرفع عن شأنهم، يدل على مدى اهتمام الإسلام بهذه الفئة من المجتمع. وبهذه العناية كان الإسلام سباقا إلى ضمان حقوقهم والدعوة إلى العناية بهم في كل زمان ومكان. أن الإسلام كان سباقا إلى الاعتراف بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن يأتي العالم اليوم ويتشدق بكلمات أن حقوق المعاق ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنها بقيت حبرا على ورق. صلى الله تعالى أن يهيئ لهذه الفئة من يساعدها، خصوصا وأن جلالة الملك محمد السادس نصر الله قد أعطى وأولى عناية فائقة بهؤلاء، ولكن بعض الجهات ربما هي التي لم تعتني بهؤلاء. واعلموا رحمكم الله أن مد يد المساعدة للضعفاء والمحتاجين بلي كنقولوا ذوي الاحتياجات الخاصة، رانيشي كل ذوي الاحتياجات الخاصة كيطلبوا من المجتمع بأنه يمد لهم صدقة، أبدا. ولا مرة ولا أتبع في التاريخ هذا ذوي الاحتياجات الخاصة يطلبون من المجتمع أن يعترف بقدراته. اولادنا وباغين يتعلموا وباغين مساكن يزيدوا لقدام وما جبروش فين يزيدوا هاد الوليدات. انا ولدي كيبغي يدير اي حاجه وما كان فين يقرا وباغين مدرسه ليهم فين يتعلموا وباغين فين يتعلموا صنيعه، وما الحمد لله راهم عايشين باش ما عطى الله، ولكن اللحقه ما صابوش باش يلحقوا والو، لا قرايه لا صنعه لا حتى حاجه، ما كان انا مدرسه لا والو ولا فين يتفاهموا شي حاجه، حتى حاجه ما كاينه والو. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا اللي دار بحساب وليداتنا، الله ينصره ويطول لنا عمره، الله ينصره، الله ينصر سيدي محمد السادس، الله ينصره. ديالي وش حاجه تكون نقدروا نعتمد على روسنا، ولكن راه ما كاين باش، ما كاين حتى حاجه اللي باش غتعتمد على راسك. واش اللي بغيت والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. حفيد القريب. معكم حفيد القريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز أبو الأرماش، رئيس جمعية نور للأشخاص المعاقين دول بزمامرة. اليوم إن شاء الله درنا واحد الندوة لنعرفوا بها تعريف بذوي الاحتياجات الخاصة، وقمنا بواحد الحملة تحسيسية للآباء وأولياء التلاميذ على آباء وأولياء ذوي الاحتياجات الخاصة للتعريف بقدراتهم والاعتراف بهم لدمجهم في الحياة العامة. ومن خلال هذه الندوة نوجه رسالة إلى المسؤولين لكي يلفتوا واحد النظرة لهؤلاء، كما ترون أن هؤلاء كنا حنا نحن كجمعية ديال ذوي الاحتياجات الخاصة كنلقاو مشاكل حتى في كيفاش نساعدوا هاد الناس. نناشد جميع المسؤولين باش يمدوا يد المساعدة لهؤلاء، وجزى الله خيرا كل من يساعد ويمد يد المساعدة إلى هؤلاء. شكرا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنطلبوا من باسم جمعية نور للأشخاص المعاقين بالزمامرة، هنا كنطلبوا من جميع المسؤولين يحاولوا
الاخوه المعاقين يعني راه محتاجين واحد العدد، يعني محتاجين للتروي الطبي، محتاجين للطماطروس، محتاجين واحد العدد ديال العنايه، حتى من دو داك الاخر احنا محتاجين ليه. حنا كنطلبوا واحد التيفات من الجهات اللي هي مسؤوله لهذه الفئه هذه، لانهم محرومين من واحد العدد ديال الحقوق ديالها، والحق الواحد هي نعمه ديال الصحه. ولكن المسؤولين هنا الاخوان ما كيحاولوش يحلوا معهم اي مشكله ايا كان، سواء على التروي الطبي. حنا كنطلبوا واحد العدد المتعدد باش يقربوا لنا هنا لمدينه الزمامره، حيت المعاقين يعني عندهم كيعانيون واحد العدد سميتو بالنسبه لوسائل النقل، ما يمكنش يتنقلوا لواحد المدن اخرى على حساب الترويد. حنا كنطلبوا من الجهه اللي هي مسؤوله تحاول تقرب لنا الترويد الطبي هناك، والاخوان يعني يحاولوا يساعدوا الوليدات في التمدروس، ويحاولوا يعاونوهم سميتو ويحلوا لهم هذا المشكل ديال هذه البطاقه اللي غتجي من وزاره الاسره والتضامن، البطاقه ديال المعاق، وهذه المنحه اللي كاينه. حنا كنطلبوا من الجهه اللي هي مسؤوله تحاول تحاول تعطي الحقوق لهاد المعاقين. وكنشكروا الاخوان كلهم كاع اللي غيساعدونا ان شاء الله، وتحيه لجلاله الملك محمد السادس. وكنشكروا الاخوان كلهم، كنشكروا الاخوان كلهم كل واحد باسمه، والسلام عليكم ورحمه الله. انا في هذه المناسبه يعني كان يعني باسم هاد الاخوان كاع اللي حضروا والاخوان الاخرين ما حضروش، بطبيعه الحال هنا كاين عندنا حاجيات وناس محتاجين مجموعه من الاشياء، ربما على راسها الترويض او على راسها على الاقل، او بالنسبه للاشخاص اللي عندهم في اعاقه حركيه، يعني على الاقل باش ما يبقاوش يمشيو حتى مثلا يمشيو حتى لسيدي بنور عاد باش انه يديروا حصص ديال الترويض. على الاقل هنا يعني ضروري واحد المركز ديال الترويض باش ما يبقاش هذاك المشكل. وبالنسبه للاخوان اللي عندهم اعاقه ذهنيه، راه الاطفال يعني حتى هما عندهم حقهم في التمدروس، يعني على الاقل خاص يكون واحد المركز او قسم مدمج في الاقسام في المدارس العموميه، يكون باش يتكفل بهم، يمكن لهم انهم على الاقل يتعرفوا الابجديات الدراسه والقراءه، يعني على الاقل باش انه هذيك يعني لا تعلم واحد شويه الحروف وتعلم تعلم شويه الكلمات او تعلم، يعني غيتدمج في الحياه، غيخرج من داك القوقعه، يخرج من داك العزله اللي عايش فيها، يبقى غير دائما مخبي في الدار، مخبي عايش في مهمش، عايش كيحس بالحقره، يحس بالدنيا. فالحاجيات ديال الحاجيات او ديال الاشخاص في وضعيات اعاقه راهي كثيره. نتمنوا انه لكل واحد مسؤول انه من الموقع ديالو انه يساهم باش يسهل الحياه ديال هاد الناس، يحاول انه يبذل مجهود ويحاول. وبطبيعه الحال اي واحد يعني اي مسؤول لدى لينا شي حاجه راه حنا غادي نشكروه، وحنا غادي نسميتو يعني في كل واحد في الموقع ديالو يحاول يبذل المجهود باش انه هاد الاشخاص هاد الناس هادو ما يبقاوش مهمشين، ما يبقاوش عايشين في العزله، وعلى الاقل نزيدوا لهم غير واحد الاضافه قليله، راه غير حاجه بسيطه، راه غيمكن لهم حاجه بسيطه، راه غيمكن لهم غادي تفرحهم. راه ماشي معقول انه واحد الشخص باقي حتى لحد الان انه الهم ديالو الكبير انه غير يحصل على واحد الكرسي متحرك او عكاز، او انه راه دي حشومه، انه خاصو واحد يعني هاد الاشياء راه ضروريه، ماشي هو عنده اعاقه وعنده المرض ديالو انه مصاب وحتى دوك الضروريات باش يعيش، باش انه يتحد على الاقل انه تسهل ليه الحياه ديالو. يعني كل واحد كل شخص في الموقع ديالو يعني بدون ذكر اسماء بدون اي يعني خاصو يبذل المجهود ديالو، يبذل يساعد هاد الناس. وبطبيعه الحال نوجهوا ليه الشكر مسبقا الا كان غادي يساعد هاد الناس سميتو مره اخرى. ربما الحاجه الاساسيه خاصه مركز ديال الترويض ديال هاد الناس، وقسم ديال الاشخاص اللي عندهم اعاقه ذهنيه، وليدات الاطفال باش انهم يتعلموا يدرسوا، ما يبقاوش غير محبوسين في الدار. والسلام عليكم جميع. تنحيي دار الشباب في هذا الملتقى الاول ان شاء الله اللي دار، وكنتمنى يكون ملتقى يعني كل عام، ما يكونش ملتقى ونوقفوا، يكون ملتقى ديال المدى ان شاء الله، المدى الطويل. وكنشكروا جميع الاخوان والاخوات اللي شاركوا معنا، الجمعيات المسؤوله والجمعيات اللي ساهمت في هذا الملتقى هذا. بالنسبه حنا كجمعيه النور لاشخاص المعاقين، كنتمنى
للجميع المسؤولين وجميع الجهات المعنيه بالامر اللي كيهمها هم الاشخاص ذوي القدرات الخاصه ماشي معاقين لانهم عندهم خروقات خاصه وخروقات خاصه بهم كبيره وكبيره بزاف. كنتمنى جميع الاخوان والاخوات وجميع المسؤولين والراي العام المغربي والراي العام المسؤول على هذه الفئه هذه كنتمنهم ما يبقاوش يهضروا غير هضره، كنبغيهم يحطوا داك الشيء على الاوراق ويسطروا عليه ويخرج الحاج للوجود ديالو ويستافدوا منه جميع المسؤولين وجميع الاطفال والابناء وكل الحمد لله كلهم ضائعين في هذه المنطقه هذه، هذه المنطقه هذه اللي ان المعاقف بصفه عامه في المغرب كامل ماشي غير زمامره ولا غنقول المنطقه ديال دكالة عبده ولا المنطقه ديال دكالة، يعني المغرب بصفه عامه المعاق ديالو متشرد بهذا المفهوم هذا. كنتمنى من سيدنا جلالة الملك نصره الله يعطي يعني هو عطاء التفاته ديالو وعطاء الكلمه ديالو، ولكن الناس اللي هما مسؤولين والناس اللي هما عاطيهم هاد سميتو هادو مازال ما تلفتوش لهاد الاخوان هادو، وكنطلبوا من المسؤولين يحسوا بالمسؤوليه ديال هاد الاخوان هادو، كل واحد يعطيه حقه لان راه حقهم مشروع ما غيعطيهم الصدقات. والله ينصر سيدنا والله يقدرنا على فعل الخير والله يقدر جميع الاخوان والاخوات، تحيه للجميع.